يبحث الزمالك مع ميتشو المدير الفني للفريق عن شكل ثابت للفريق بعد تذبذب الأداء خلال الفترة الأخيرة. بداية ميتشو كانت أكثر من رائعة بالفوز بكأس مصر أمام بيراميدز، وهو ما جعل جماهير الزمالك تضع طموحات كبيرة في المدرب الصربي. ولكن بعد الخسارة الإفريقية من جينيراسيون والخسارة أمام الأهلي في السوبر وتذبذب الأداء في الدوري، تسبب كل ذلك في تحول الجماهير من الدعم إلى الانتقاد، سواء بسبب الأداء بشكل عام أو المستوى الفردي لبعض اللاعبين مثل عبد الله جمعة وفرجاني ساسي، والذي اختلف أداؤهم كليا عن الموسم السابق. مع الوضع في الاعتبار عدم وصول بن شرقي وشيكابالا للمستوى المنتظر، ورغم تذبذب الأداء إلا أن ميتشو قاد الزمالك لتحقيق ما لم يحدث منذ 16 عاما بعد الفوز في أول مبارتين أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة في الدوري. العلامة الكاملة جعلت مجلس الزمالك يدعم الجهاز الفني بقيادة ميتشو، خاصة أنه حقق المطلوب في الدوري حتى الآن. مباراة جديدة ينتظرها الزمالك أمام نادي مصر، وقبل مواجهة هامة أمام الأهلي في الدوري، ستكون نقطة هامة لميتشو والزمالك في موسمه الجديد.